محمد طاهر رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة وقناة النادي الأهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة الأمير عبد الله الفيصل. ومباراة ديربي جديد وكلاسيكو جديد في عالم كرة السلة المصرية، الأهلي والاتحاد. من صالة الأمير عبد الله الفيصل وقناة النادي الأهلي أحييكم. تشكيل فريق نادي الاتحاد اليوم: يوسف شحاتة، هيثم كمال، دولا، جوزيف إيمانويل أو جوي، محمد طه أو ميدو طه، أنس أسامة، باسم الليسي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا بيبو، ياسر صالح، علي محمد، جاسر الكيكي. القادة الفنية للكوتش أحمد عمر، ومساعداه كابتن أحمد عبد الوهاب، كابتن هيثم كمال، كابتن سامح صلاح مديرا إداريا. أما تشكيل الماتادورز الأهلاوي اليوم: عمر عزب رقم 3، البوب إيهاب أمين 4، عمرو الجندي 5، مروان سرحان 6، سيف سمير 8، كيجو 10، كريم حاتم 11، أحمد مهيب 14، محمد طارق خيري 21، بلال حمدي 22، عمر عماد 42، وفي الأخير البيج أو عمر طارق 55. القادة الفنية للكوتش والسنيور أوجستي جولفي بوش، ومساعداه كابتن أحمد الجرحي، كابتن رامد ياسي، كابتن طارق الغنام مدير الفريق، والكابتن وليد الخراط إداريا. حكام لقاء اليوم: حكم أول كابتن إسلام وحيد، كابتن محمود جمال، كابتن أحمد الجزار. والستارت اللاين أب للنادي الأهلي: إيهاب أمين بعد عودة من الإصابة، مروان سرحان، عمر طارق، كريم حاتم، وفي الأخير عمرو الجندي. ده الستارت اللاين أب اللي بدأ بيه كوتش أوجستي. هنشوف دلوقتي الستارت اللاين أب اللي هيبدأ بيه كوتش أحمد عمر: أنس أسامة، أحمد أبو العلا بيبو، يوسف شحاتة، يوسف شوشة، وجوزيف إيمانويل أو جوي المحترف الأمريكي. يغيب النهاردة عدد لا بأس به من الإصابات زي ما ذكر كده نجمنا الكبير في قناة النادي الأهلي الكابتن هيثم السعيد، عيسى ليونز، مؤمن خيري، عمرو زهراني، يوسف المعداوي، محمد أبو النصر، محمود وليد. 6 إصابات في فريق النادي الأهلي للرجال لكرة السلة. الكوتش أوجستي وتفكير عميق في المباراة وبداية أحداث المباراة. جولة الأخير 13 اللي بنذاعها لحضراتكم، والنهاردة بتقام مباريات سبورتن وسموحة في ديربي سكندري، الجزيرة وهليوبلس والزمالك والمصرية للاتصالات. إن شاء الله الجولة الأخيرة للنادي الأهلي هتتلعب يوم 21/3، سموحة والأهلي في سموحة، أما نادي الاتحاد فالجولة الأخيرة بإذن الله جولة الـ 14، الاتحاد وهليوبلس يوم 21/3 أيضا في صالة الاتحاد. نادي الأهلي اليوم عنده 3 لاعبين زي ما ذكر الاستوديو التحليلي: محمد طارق خيري تحت 18 سنة، بلال حمدي تحت 20 سنة، وعمر عماد تحت 20 سنة أيضا. على بركة الله وبداية أحداث كوارتر أول في كلاسيكو كرة السلة المصرية، الأهلي والجزيرة، الأهلي والاتحاد عفوا. حوار كده ما بين كابتن محمود جمال وكوتش أوجستي، وحوار أيضا مع أنس أسامة. ترتيب الفريقين في الجدول بعد 12 جولة: الاتحاد في المركز الأول برصيد 12 لعب 11 فوز خسارة واحدة، الأهلي 10 فوز وهزيمتين، الزمالك في المركز الثالث 8 فوز 4 هزيمة، سبورتن في المركز الرابع 7 فوز و5 هزيمة، الجزيرة في المركز الخامس 6 فوز و6 هزيمة، سموحة في المركز السادس 3 فوز 9 خسارة، المصرية للاتصالات فوزين في المركز السابع 10 هزيمة، وأخيرا هليوبلس فوز وحيد مقابل 11 هزيمة. على بركة الله بداية أحداث كوارتر أول، الأهلي والاتحاد، جامبو الأول وأخير ما بين أنس أسامة وعمر طارق، والحيازة إلى إيهاب أمين. النادي الأهلي الحيازة الأولى، تيرن أوفر كده، يخطف على طول ويعمل ستيل بيبو ويسلم على طول ليوسف شحاتة، يهدى على ملعبه يوسف، المان تو مان النادي الأهلي، دفاعات قوية هي كلمة السر النهاردة للسنيور أوجستي أمام نادي الاتحاد. أولى الثلاثيات وأولى المحاولات لا يسجل يوسف شحاتة، على طول ديفنسيف ريباوند حاضر من عند إيهاب أمين. إيهاب في بداية الهجمة، إيهاب يتراجع كده
ويسلم لعمر طارق تحت الباسكت، يتولى رقابته بيبو في المان تو مان، حاول يلعب بالهوك يروح لكن لا يسجل، يوسف شوشة على الديفنسيف ريباوند ويسلم للجوي. الاسم جوزيف ايمانويل، الجنسية امريكي، النيك نيم او اللقب جوي. انس اسامة، الكيك اوت عند يوسف شحاتة، الاكسترا باص عند يوسف شوشة، وللثلاثيات ينجح في تسجيلها يوسف شوشة عشان تصبح النتيجة 3 لا شيء لصالح نادي الاتحاد. ايهاب امين في بداية الهجمة، ايهاب يسلم لمروان سرحان، مروان بالهاند اوف على طول مع عمرو الجندي، عمرو لسه كرة مع عمرو، يسلم لايهاب امين، ايهاب يقلب الملعب على طول مروان من البيس لاين على اوبن شوت 3 بوينت لا يسجل، اوفنسيف ريباوند على طول حاضر عند عمر طارق، الاكسترا باص عند كريم حاتم، كريم على الاوبن شوت 3 بوينت لا يسجل ايضا، على طول عمر طارق يلم ريباوند سكند شانس ويروح على الباسكت لكن لا يسجل وينجح في الحصول على خطا شخصي من انس اسامه الرقم 10. تو شوت ورا 200 حرتين لصالح البيجو عمر طارق. عمر طارق على الفري ثرو الاول. لا يسجل. ما زالت الرميات الحره تشكل علامه استفهام عند لاعبي النادي الاهلي. فري ثرو ثاني ورميه حره اخيره لعمر طارق. لا يسجل ايضا، انس اسامه في الديفنسيف ريباوند ويسلم ليوسف شحاته، جوي يستلم الهجمه، بوينت جارد نادي الاتحاد، جوي. ليوسف شحاته هاند اوف مره ثانيه مع جوي. جوي يعدي كريم حاتم اتولى رقبته. لسه جوي، جوي يعمل كروس اوفر، حاول يعدي، هدي اخر خمس ثواني في زمن الهجمه، جوي، جوي يقلب على طول لبيبو، بيبو يهوش على اوبن شوت، بيبو 3 بوينت لا يسجل، سرحان على طول في الديفنسيف ريباوند، يسلم لكريم حاتم، كريم يقلب على طول الملعب لإيهاب أمين، إيهاب بالسكرين مع عمر طارق، إيهاب، إيهاب لسه إيهاب، إيهاب يروح يعلق لعمر طارق، علق لعمر طارق، سجل عمر طارق أولى نقاط أحداث كوارتر أول لصالح النادي الأهلي. نقطتين ينجح في تسجيلهم عمر طارق، جوي يبدأ الهجمة، يتولى رقبته كريم حاتم لأنس أسامة، أنس في الدرايف واحد على واحد لكن هنا في خطأ شخصي وفاول يحتسبه الكابتن محمود جمال على مروان سرحان. بده رميتين حرتين بعد مرة ثانية أهي على الاليوب لعمر طارق، كمل على طول زي بليسن كده في كرة الطائرة وينجح في تسجيل نقطتين. تو شوتس ورا 200 حرتين لأنس أسامة. فري ثرو أول غير ناجح لأنس. أنس أسامة والفري ثرو الثاني والرمية الحرة الثانية. لا يسجل على طول إيهاب أمين في الديفنسيف ريباوند حاضر. إيهاب يبدأ الهجمة، إيهاب لسه كرة مع إيهاب في الوان ان وان، إيهاب يروح يصل لكن في الأخير يعترض يوسف شحاتة بخطأ وفاول وأوتسايد لصالح النادي الأهلي. لعادة مرة ثانية اوتسايد اهلاوي، هيطلع كريم حاتم لايهاب امين، ايهاب على الاوبن شوت في 3 بوينت، ايهاب لا يسجل، بيبو على طول في الديفنسيف ريباوند، سلم ليوسف شحاته في الاوتلت، يوسف اوتلت باس على طول تصل ليوسف، يوسف يعدي بالسكرين يقلب لجوي، تولى رقبته هنا ايهاب امين، جوي عدى جوي، لسه جوي استطاع ايقافه كده عمر طارق، جوي يروح جوي بيمينه، جوي ينجح في تسجيل كده فولو احمد بيبو ابو احمد ابو العلا بيبو عشان يسجل نقطتين، يرتفع الفرق الى 3 نقاط لصالح نادي الاتحاد، 5-2 لصالح نادي الاتحاد. عمر طارق لعمرو الجندي، لسه الجندي بالسكرين مع عمر طارق، يباص حلو قوي لعمر طارق، عمر طارق يهوش حلو قوي، فيك ولا اروع، باص ولا اجمل، ينجح في تسجيلها عمر طارق، ده الفرق الى نقطه وحيده. جوي في الاول زاوية يطلع كيك اوت لشوشه، شوشه على اوبن شوت، رد سريع بثلاث نقاط من نادي الاتحاد، ينجح في تسجيله بعد اسيست من جوي يوسف شوشه. كريم حاتم عدى كريم قبل الثمان ثواني، لسه كريم ترن اوفر، كريم يقطع على طول نادي الاتحاد ويعلق على طول، وادي الاليوب دنك على طول من يوسف شحاته لانس اسامه، ينجح في تسجيل نقطتين يوسع الفارق
الى 10 4 6 نقاط هو الفارق لصالح نادي الاتحاد في احداث كوارتر اول. بدايه الهجمه عند ايهاب امين، ايهاب في الاول زاويه، ايهاب يطلع كيك اوت لكريم حاتم، كريم يقلب الملعب لعمر طارق، عمر طارق بالهاند اوف مع عمرو الجندي بالسكرين، الجندي على الاوبن شوت، الجندي 3 بوينت لا يسجل، يلم احمد ابو العلا بيبو ويسلم لجوي، تشجيع كده من كوتش اوجوستي، ست نقاط هو الفارق. جوي في ال1 ان 1 يروح يطلع كيك اوت، الاكسترا باص عند يوسف شوشه، شوشه يسلم لجوي في البيك اند رول، لسه جوي معاه الكوره في الكيك اوت عند يوسف شوشه، شوشه في الاوبن شوت لا يسجل انس اسامه، لكن يخطف الكوره على طول ويعمل ستيل. ايهاب امين، ايهاب في الاول زاويه، ايهاب ايهاب لسه، لكن تيرن اوفر على ايهاب، وادي هنا فاول وخطا شخصي على عمرو الجندي، قطعت الكره كده من ايهاب، يخطف على طول جوي لكن اعترضوا بذكاء بفاول عمرو الجندي لايقاف الهجمه، هجمه نادي الاتحاد. خطا فاول، خطا شخصي، كابتن اسامه وحيد في نقاش مع كابتن احمد عمر المدير الفني لنادي الاتحاد. اوتسايد لصالح نادي الاتحاد، يسلم على طول لانس اسامه، انس بالهاند اوف مع جوي، جوي ياخذ سكرين من بيبو، جوي يطلع على طول لانس، انس اسامه يسلم ليوسف شحاته في البيز لاين اللي شاط على الاوبن شوت، وهنا نقطتين نجح في تسجيلهم يوسف شحاته عشان يعلي الفارق الى 12 4 لصالح نادي الاتحاد. 8 نقاط فارق لصالح نادي الاتحاد. كريم حاتم بالهاند اوف مع مروان سرحان بالسكرين مع عمر طارق، كريم يروح بالدرايف واحد على واحد لكن يتعمل له بلوك من احمد ابو العلا بيبو، جوي في الفاست بريك 3 على 2 يسلم ليوسف شحاته، يجرب للمره الثانيه يوسف على الاوبن شوت وينجح المره دي في تسجيل 3 نقاط على طول. كوتش اوجوستي يطلب تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي، عفوا لايقاف تقدم نادي الاتحاد بعد ان ارتفع الفارق 15 4 لصالح نادي الاتحاد. تعالوا نسمع التعليمات ونراجع الاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. The wrong way. The first thing I have to do is what am I doing wrong, and then think about what can I tell my teammate, because we are doing a lot of mistakes, a lot individual mistakes, one on one cuts, then they find the way to pass the ball and shoot open. But every time we're leaving Chihata open, Shusha open without running. Run first. I don't want people and انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش او السنيور اوجوستي جولبي بوشا المدير الفني لنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين ايهاب امين ومروان سرحان وحوار كده لتقليل الاخطاء. الكره في حيازه النادي الاهلي بعد ثلاثيه يوسف شحاته، دفع الفارق الى 9 نقاط 15 او عفوا 11 نقطه 15 4. هيضغط نادي الاتحاد بريس فول كورت مان تو مان من اول الملعب. مروان سرحان هيطلع الاول، يسلم على طول لايهاب امين، ايهاب هو اللي هيقوم بدور صانع الالعاب او البوينت جارد للنادي الاهلي. ايهاب مع جوي مان تو مان لازال نادي الاتحاد، يسلم على طول لكريم حاتم، كريم ينزل الكره على طول لتحت الباسكت، كيك اوت عند مروان سرحان، مروان في الاوبن شوت مروان لكن لا يسجل، على طول بيبو في السكند شانس. رابع الثلاثيات تراي للنادي الاهلي لم ينجح في تسجيل اي من المحاولات. جوي يعدي بالسكرين، جوي يقلب الملعب الناحيه الثانيه في السكيب باص عند شوشه، شوشه في الاوبن شوت لكن لا يسجل، على طول ديفنسيف ريباوند حاضر عند البوب. ايهاب امين، ايهاب يعدي، ايهاب لسه، ايهاب في الاول زاويه، ايهاب يسلم مع عمر طارق ولا اروع باسكت ولا اجمل اسيست، ما فيش اجمل من كده. ده الفارق الى لكن هنا في ايه؟ في هنا
الكرة لمست رجل أحد لاعبي قدم أحد لاعبي النادي الأهلي. يحتسب الكابتن محمود جمال، أعتقد إن في مشاورات دلوقتي. لا، هيقال تجدد زمن الهجمة 14 ثانية جديدة بعد باسكت وأسيست رائع من إيهاب أمين لعمر طارق. 15-6 لصالح نادي الاتحاد، أوتسايد للاتحاد. يوسف شحاته يسلم لأنس أسامة، أنس مع مروان سرحان في الوان ان وان، أنس بيلف ويرتكز يروح لكن بلوك ولا أروع، هنا واضح وحاضر من البيجو عمر طارق ينجح في منع باسكت للنادي الاتحاد. 10 ثواني أعتقد متبقية على زمن الهجمة، 11 ثانية. يستلم أنس أسامة، يستلم بالهاند أوف على طول لجوي، جوي يضغط عليه كريم حاتم، يعدي منه من السكرين، لسه جوي مع الكرة، لسه جوي، ما زال جوي يهوش كده يروح على الباسكت، يستخدم اللوحه لكن لا يسجل ديفنسيف ريباوند ولا اروع من مروان سرحان. تستلم الكره على طول ايهاب امين، ايهاب 1 ان 1، ايهاب ايهاب على اوبن شوت، ايهاب امين ينجح في تسجيل 3 نقاط، يدعي الفارق الى 6 نقاط، 9-15 لصالح نادي الاتحاد. ايهاب امين وبمجهود فردي اسيست و3 بونت نجح في فعاليتهم ايهاب امين. جوي يطلب سكرين من بيبو، ويكندرول مع بيبو، بيبو يقلب الملعب الناحيه الثانيه، ستيل حاضر من البوب، ايهاب امين في الاول زاويه، ايهاب 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 راح ايهاب الكيك اوت عند عمرو الجندي، لسه عمرو يهدى على ملعبه، عمرو الجندي، الجندي في الدرايف 1-1، فكره حلوه لكن كانت الكره اسرع من عمر طارق. كوتش اوجوستي بيحييه، هارد لك يا ايهاب، ترن اوفر، هارد لك يا عمرو عفوا، ترن اوفر واوتسايد لصالح نادي الاتحاد. اعتقد سيف سمير بدلا من مروان سرحان، كوتش اوجوستي يجري هذا التغيير، وايضا احمد مهيب. بص اللعبه مره ثانيه، كان يعني كان هيبقى شكلها رائع، تقدر تحطها كده في الالعاب المهمه لهذا هذه المباراه. دولع ينزل ارض الملعب بدل من يوسف شحاته، احمد مهيب بدل من عمرو الجندي. يبدا دولع على طول الهجمه، احمد عادل دولا يسلم لجوي، تولى رقابه جوي دلوقتي ايهاب امين، جوي يعدي في ال1 ان 1 بالباك لياب ينجح في تسجيل نقطتين. جوي يبدا الهجمه، ايهاب امين مره ثانيه، 17-9 لصالح نادي الاتحاد، 2:30 تقريبا على انتهاء احداث كورتر اول. يقلب ملعب سيف سمير، سيف سمير لمهيب، مهيب في درايف 1-1، الكيك اوت عند عمر طارق، عمر طارق في الاوبن شوت، عمر طارق لا يسجل، دولا على طول في الديفنسيف ريباوند، يبدا الهجمه دولا، يسلم ليوسف شوشه، شوشه قطع له دولا لكن هنا في فاول وخطا شخصي على احمد مهيب، فاول وخطا شخصي على احمد مهيب. شوفها مره ثانيه، قطع له دولا هنا، طردوا احمد مهيب بفاول وخطا شخصي، وتو شوتس رميتين حرتين لصالح احمد دولا. فري ثرو ولا احمد عادل دولا ينجح في التسجيل، 18-9 لصالح نادي الاتحاد، اخر دقيقتين في زمن واحداث كوارتر اول. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه ينجح ايضا في التسجيل، بدأت الهجمة عند كريم حاتم، كريم عدى كريم، سلم لعمر طارق، هاند اوف مع كريم حاتم، سكرينات لسيف سمير بالاستجر سكرين عند ايهاب امين، ايهاب يهوش ياخد الري سكرين مرة ثانية والري سكرين مرة ثالثة، ايهاب على الاوبن شوت ايهاب لكن لا يسجل بيبو على طول في الديفنسيف ريباوند، يسلم على طول الاوتلت باس عند جوي، جوي يرجع كريم حاتم يتولى كبته مرة ثانية. هيثم كمال العادي الى ارض الملعب بدل من انس اسامه، احمد عادل دوله، دوله في الدرايف في البنتريشن 1-1، يلف ويرتكز يطلع لجوي، جوي في اخر 6 ثواني في زمن الهجمه، جوي بالكروس اوفر يطلع الكيك اوت عند بيبو، بيبو في الاوبن شوت ينجح في تسجيل نقطتين، يوسع الفارق الى 11 نقطه، 20-9 لصالح نادي الاتحاد. ايهاب امين يبدا الهجمه، ايهاب لسه ايهاب مع الكوره، يلعب على الانسايد، سلم لعمر طارق، عمر يلف ويرتكز بالهوك ينجح في تسجيل نقطتين، عمر طارق 11-20 لصالح نادي الاتحاد.
اخر الثواني في زمن احداث كوارتر اول. تقدم نادي الاتحاد فرق 9 نقاط. بيبو يسلم لهيثم كمال بالهاند اوف مع يوسف شوشة. شوشة طلب السكرين. شوشة شوشة في البنتريشن يطلع كيك اوت عند بيبو. بيبو المرة الثانية على اوبن شوت في الميديا بلاك لا يسجل. ايهاب امين في الديفنسيف ريباوند. حاضر ايهاب. ايهاب سلم لسيف سمير ولا اروع. باسكت ولا اجمل اسيست. ما فيش اروع من كده من البوب ايهاب امين لسيف سمير اللي قاطع في اللاين بتاعه بطريقة مو اكتر من ممتازة. جوي يعدي يقف يشوط لكن لا ينجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من بوب ايهاب امين. يعدي يسيطر على الكرة ينجح في الحصول على خطأ شخصي وفاول لصالح احمد عادل دوله. هو من ارتكب الخطأ الشخصي. كريم حاتم هل يخرج؟ لا ما خرجش. خرج كريم حاتم نزل عمر عزب مكانه. كوتشي اوجوستي يجري هذا التغيير. اوتسايد لصالح النادي الاهلي. حوار ما بين كابتن اسلام وحيد والكوتش اوجوستي. لازلنا في الحوار 13-20 لصالح نادي الاتحاد. اوتسايد لعمر عزب هيطلع الاوت. ايهاب امين. ايهاب يصف صالح يعود الى ارض الملعب في اول مشاركه ليه. ايهاب ايهاب بكروس اوفر رائع. ايهاب يعدي بالسكرين مره ثانيه مع عمر طارق. ايهاب يسلم لعمر طارق تحت الباسكت. سيطر عمر طارق على الكره لكن صراع على الكره في الاخير عند بيبو. يسلم ليوسف شوشه. شوشه شوشه في الدرايف. شوشه في الاول زاويه. شوشه راح لكن هنا في خطا شخصي. اعتقد انها كانت مخالفه المشي بالكره قبلها. نشوفها مره ثانيه. هذه الخطوه الاولى الثانيه. اه ماشي فاول خطا شخصي وتو شوتس لصالح يوسف شوشه. شوشه على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. شوشه والفري ثرو الثانيه والرميه الحره الثانيه يوسف شوشه. ينجح ايضا في التسجيل. يلم على طول ايهاب امين يروح. ايهاب لسه ايهاب. ايهاب ايهاب يقف. ايهاب يطلع لعمر عزب. عمر عزب مع الثانيه الاخيره شوط لكن لا ينجح في التسجيل عشان تاتي معها صفره انتهاء احداث كوارتر اول بتقدم نادي الاتحاد 23-13. استراحه قصيره اعزائي المشاهدين ما بين احداث كوارتر اول وثاني ونعود اليكم سريعا فلا تذهبوا بعيدا. عشان هو بيقول انا عايز فاصل. We have to try to be consistent, do 2-3 good actions in a row. Okay? But every time there is one-on-one here, reject on a half. One-on-one next time, Chile on Karim. Rebound. And every time we foul is 2 free throws. We cannot stop. We cannot stop one action for the side out of bounds. لما يعمل جاكتو عادي منه كريم الويك سايد ما يروحش يعمل كده عشان بيبيع. لا قبله اعمل فاول. هو بيروح يتسلم ايده في الباسكت. Hey, offensively, like this last action, and it was with a lot of time. Ahab here with the ball, and we are playing this screen this way. And we have Azab here in the corner full. Every time. So, dribble out. Cut, yes, create space, yeah. Especially because there was time and Ahab was waiting and waiting for the angle to change. We can cut and have better spacing. Coach, we can do that every time. Yeah, because they play weak every time, so not every time we're going to two-side okay. here. بالذات مع جندي. Same thing if it's for Gendi to his right hand. If they're sending here. And we have to players cut or create space with the The key is play consistent defense and rebound and be solid and time after time. لسه جيم طويل معاهم على طول فلسه بدري. فوكس دلوقتي.
رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبداية احداث كوارتر تاني والحيازة التبادلية لصالح نادي الاتحاد. دولا هيثم كمال يعمل سكرين، دولا احمد عادل، دولا سويتشات هنا في الميس ماتش، لكن سيف سمير يحاول كده. وادي اولى الثلاثيات، اولى المحاولات لنادي الاتحاد ينجح في تسجيل اولى الثلاثيات في احداث كوارتر تاني عن طريق احمد عادل دولا. بداية الهجمة عند النادي الاهلي، عمر عزب، كيجو اللي نزل مكان عمر طارق، احمد مهيب وعمرو الجندي. عمر عزب في الاوبن شوت، عمر لا يسجل، يلم على طول انس اسامه. انتهت احداث الكوارتر الاول بتقدم نادي الاتحاد 23-13 ودلوقتي 26-13. ميدو طه، ميدو يعمل الكيك اوت عند ياسر صالح، ياسر يقلب الملعب على طول عند دولا، دولا في الاوبن شوت المره الثانيه ينجح في تسجيل ثاني الثلاثيات، ثلاثيتين من احمد عادل دولا في بدايه احداث كوارتر ثاني يعلي بيهم الفارق الى 29-13. سيف سمير والهاند اوف مع عمرو الجندي، سيف ياخد السكرين من كيجو لسيف سمير في البيز لاين، مره ثانيه لعمرو الجندي في الاكسترا باص على اوبن شوت عمرو الجندي لكن لا يسجل، تلمس الكره كده لاست تاتش على هيثم كمال وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. اوتسايد علاوي، سيف سمير يستلم، يسلم لمهيب 10 ثواني على زمن الهجمه، مهيب في الدرايف واحد على واحد، مهيب ينجح في الحصول على خطا شخصي وفاول وتو شوتس لصالح احمد مهيب. كابتن الجزار يحتسب الخطا الشخصي والفاول لاحمد مهيب. رميتين حرتين وتو شوتس لمهيب. مهيب وفريس لو اول ينجح في التسجيل، اولى نقاط احداث كوارتر او ثاني لصالح النادي الاهلي عن طريق احمد مهيب. فريس لو اول، رمي حره ثانيه وفريس لو ثاني لاحمد مهيب ينجح ايضا في التسجيل 15-29 لصالح نادي الاتحاد. احمد عادل دوله يبدا الهجمه، دوله من تو من لازال النادي الاهلي، دوله في الاختراقات، دولا في الكيك اوت مع ميدو طه، ميدو يقف يحاول معاه كده عمر عزب، تخبط الكره في ميدو طه تطلع اوتسايد على طول لصالح نادي الاهلي. دفاع قوي من عمر عزب هيضغط نادي الاتحاد مره ثانيه. سيف سمير هيطلع الاوت، سلم على طول لعمر عزب، جاله سيف سمير بسكرين يضغط عليه، طلع الكره على طول لسيف لعمرو الجندي، كيجو تحت الباسكت، كيجو يروح، كيجو يوصل، كيجو يسجل نقطتين، يوسع اداء الفارق الى 17-29. دولا بالكروس اوفر تخبط المره دي في رجل عمر عزب، قدم عمر عزب تجدد معاه زمن الهجمه لو كانت اقل من 14 سنه. اوتسايد للاتحاد، يوسف هيثم كمال لدولا بالسكرين، دولا مازال دولا يقف على الميديم شوت لكن يطلع لميدو طه، ميدو في البنتريشن 1 ان 1 من الميدل يروح يصل لكن لا يسجل، كيجو على طول في الديفنسيف ريباوند يبدا هو الهجمه، يسلم للجندي، الجندي لسه الجندي ياخد سكرين من كيجو، الجندي عمرو الجندي الكيك اوت عند سيف سمير، سيف سمير على اوبن شوت سيف لكن لا يسجل، يزق على طول انس اسامه لميدو طه، ميدو في الاول ذا واي يسلم على طول لهيثم كمال فاضل وحده خالص ياسر صالح ينجح في تسجيل نقطتين يوسع الفرق الى 31-17 لصالح نادي الاتحاد. عمر عزب في بدايه الهجمه، عمر لسه عمر يقلب الملعب على طول بالسكيب باس عند سيف سمير، سيف لعمرو الجندي لكن هنا في فاول وخطا شخصي على ياسر صالح. كابتن محمود جمال يحتسب الخطا الشخصي على ياسر صالح.
عمر عزة بيسلم للجندي. السكرين للجندي مع كيجي. تحت الباسكت سيف سمير في الوان ان وان. لكن تتطع منه كده. تروح على طول لأنس وسامة في الفاست بريك. أنس. أنس راح أنس بضنك. أنس ينجح في تسجيل نقطة تاني على الفارق إلى 33-17 لصالح نادي الاتحاد. لسه عمر عزم مع الكرة. لكن ترن اوفر وباد باس كده غريب. تروح على طول لهيثم كمال في الأخير ينجح. كيجو ياخد الكرة ويعمل الديفنسيف ريباوند. يروح هو بالملعب كيجو. كيجو يسلم لمهيب. مهيب قطع له كيجو. يلف كيجو لكن مخالفة المشي بالكرة. كابتن اسلام وحيد يحتسبها على مصطفى كيجو. اوتسايد ترن اوفر. على مصطفى كيجو. كرة في حيازة نادي الاتحاد. يبدأ الهجمة احمد عادل دولة. يسلم لياسر ميدو طه بالاندوف. دولة يروح بالدرايف لكن هنا في اعترضه احمد مهيب بخطأ شخصي وفاول على احمد مهيب. اوتسايد للاتحاد. مهيب يخرج. ينزل مكانه كريم حاتم. مهيب عنده خطأين شخصيين. يبدأ نادي الاتحاد الهجمة عن طريق دولة. ياخد الهاند اوف من هيثم كمال. ياخد سكرين منها من أنس أسامة. يقف ويرتكز يهوش يروح يستخدم اللوحة لكن لا يسجل. كيجو على طول في الديفنسيف ريباوند. كيجو يهدم ملعبه ويسلم على طول لكريم حاتم. كريم يبدأ الهجمة. كريم لسيف سمير بالهاند اوف مع كريم حاتم. كريم عدى حلو قوي. كريم راح وصل كريم لكن لا ينجح في التسجيل. يلم مرة تانية ويسلم للجندي في الكيك اوت على الثري بوينت. ينجح في التسجيل. ثلاث نقاط عمرو الجندي. يدعي الفارق إلى 33-20 لصالح نادي الاتحاد. عمل التراي الأولى عمل السكند شانس. طلع الكيك اوت ما طمعش فيها. راح على الباسكت على طول. ثري بوينت عمرو الجندي. ميدو طاح في الدرايف واحد على واحد. يروح ايزي قوي. ناس فاتحين له اللاين. رايح واصل بهدوء وبسلاسة. دفاعات النادي الاهلي لابد ان تكون اكثر شراسه. هاند اوف على طول مع عمرو الجندي. عمرو لسه عمرو سكيب باس على طول عند عمر عزب. اخر خمس ثواني في زمن الهجمه. الكيك اوت عند سيف سمير. سيف على اوبن شوت. سيف سمير لكن لا يسجل. يلم على طول ميدو طه في الفاست بريك. يسلم لدوله. دوله لهيثم كمال بالهوك يروح لكن لا يسجل. كيجو على طول في الديفنسيف ريباوند. سيطر على الكره كيجو. سلم للجندي. الجندي يبدا الهجمه. انتصاف احداث كوارتر ثاني. عمرو الجندي اوبن شوت. عمرو الجندي ينجح في تسجيل ثلاث نقاط. 23-35 لصالح نادي الاتحاد. هذه الفرق مره ثانيه على يد عمرو الجندي بالثلاثيه الثانيه. يبدا الهجمه نادي الاتحاد عن طريق ميدو طه. ميدو لسه ميدو طه. عدى ميدو بالدرايف راح وصل لكن لا يسجل. سيف سمير على طول ديفنسيف راوند. يسلم لكريم حاتم في هجمه فص بريك. كريم راح 1-on-1 كريم لكن لا يسجل. انس اسامه يلم ويطلع لياسر صالح بدوره على طول. يطلع لدوله. دوله 2-1 يسلم لميدو طه. يروح على الباسكت ينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الاتحاد. سبعة 37-23 لصالح الاتحاد. عمرو الجني. الجندي درايف من البيز لاين. الجندي طلع لكيجو. كيجو يسلم حلو قوي تحت الباسكت. سيف سمير. سيف في الوان وان. سيف يلف بالهوك. سيف يروح لكن لا يسجل. يلم على طول انس اسامه يسلم لدوله. دوله لكن هنا في ايه؟ في هنا اعتقد تكنيكال فاول على كوتش اوجوستي. محمد طارق خيري بدلا من عمر عزب. نشوفها مرة تانية. ياسر صالح أيضا يخرج من نادي الاتحاد. ينزل مكانه يوسف شوشة. وجوي يعود إلى أرض الملعب مرة تانية. هنشوف بدلا من مين. مروان سرحان بدلا من سيف. دولة على التكنيكال فاول. رمية وحيازة. ينجح في التسجيل 38-23. جوي مكان دولة.
اوتسايد للاتحاد. جوي يستلم الكرة. جوي يسلم على طول هيثم كمال بالهاند اوف مع ميدو طه لجوي مرة تانية. هيثم كمال في الوان ان وان. هيثم كمال معاه مروان سرحان يلف بشمال بيمينه لا يسجل. كيجو على طول يلم يسلم لكريم حاتم. لازم الكرة تتنقل اسرع من كده عشان الفص بريك. كريم حاتم كريم بالسكرين والري سكرين مرة تانية يسلم لكيجو. كيجو وان ان وان. كيجو راح وصل لكن لا يسجل. حاول معاه مرة تانية تصل في الاخير عند محمد خيري لكن هنا في ايه اوت اوف باوند او دايس على اللاين طبقا لاشارة كابتن محمود جمال والاوتسايد لحيازة نادي الاتحاد. في حوارات ما بين كوتش اوجوسي و اوتسايد الاتحاد. انا سوسام هيطلع الاوت يسلم لجوي. جوي يسلم لانس استلم منه. لا لسه انس معاه الكوره يسلم ليوسف شوشه تعمل سكرين كده سلم ميدو طه. ميدو طه بالاند اوف مع جوي. جوي جاله سكرين من بيبو. بيبو بيك اند رول لكن محمد خيري على طول يلمس الكره وفي الاخير اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. جوي لسه الكره مع جوي في الدرايف واحد على واحد يشوط بالفلوتر شوت ما ينجحش في التسجيل. محمد خيري على طول يلم الديفنسيف ريباوند ويسلم لكريم حاتم اللي سيطر على الكره. كريم في الاول زاويه. كريم كريم راح وصل سلم نجح. كيجو باسكت واند وان معاها على طول. مصطفى كيجو بعد اختراق رائع وبنتريشن مفيش اروع من كده من كريم حاتم ينجح انه يسلب الكوره والاسيست لكيجو. كيجو على طول ما يرفضش الهديه يسجل نقطتين ومعاهم الاند وان. خطا شخصي وفاول على انس اسامه. يوسف شحاته بدل من ميدو طه في تغيير يجري كوتش احمد عمر. اند وان لكيجو. كيجو لا يسجل. حاول معاها كده مروان سرحان لكن تصل عند يوسف شحاته اللي في بدايه الهجمه على طول يسلم لجوي. جوي يستلمه على طول في الديفنس. كريم حاتم يسلم لبيبو. بيبو هاند اوف مع يوسف شوشه. لسه يوسف مع الكوره ياخد سكرين في التو مانز كده مع انس اسامه. يوسف شوشه شوت على اوبن شوت او على الفيد اواي لكن ما ينجحش في التسجيل. يلم على طول عمرو الجندي يبدا الهجمه. عمرو الجندي 25 38 دقيقة 22 سنة متوقعة لنهاية أحداث الكوارتر الثاني. وادي خطأ شخصي وفاول يحتسبه كابتن محمد الجزار لصالح عمرو الجندي بالتو شوتس. وهنشوف الخطأ على مين؟ على يوسف شوشة رقم 12 رميتين حرتين لصالح عمرو الجندي. كيجو يخرج ولا ده تايم أوت؟ أعتقد ده تايم أوت يطلبه كوتش احمد عمر. 25 38 لصالح نادي الاتحاد. 18 ثانية متبقية على نهاية احداث الكوارتر الثاني. تعالوا نسمع التعليمات ونراجع الاعداد ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. يلا بينا يلا بينا. All we have to do is this. Be consistent on defense, not make mistakes, and every time we catch the rebound or the loose ball, try to run. Okay? And then we decide here if we have advantage or not. Try to run. Never one pass back. With Chile, is one, but like this last time, Kijo. He's not going to shoot because he's playing on the right. Okay, we don't want him to receive the ball. Okay, and everybody adjust. Okay, and give them only one chance. Okay. This one. Who is that rebound now? Bebo or Manas? انتهى التايم اوت ونعود الى الرميتين الحرتين. يلا 25 38 لصالح نادي الاتحاد. 18 ثانيه وتو شوتس ورميتين حرتين لعمرو الجندي. فري ثرو اول لعمرو.
ينجح في التسجيل. فري ثرو ثاني واخير، رمية حرة ثانية واخيرة لعمر الجندي. ينجح ايضا في التسجيل. 38-27 لصالح نادي الاتحاد. ده الفرق مرة ثانية، دقيقتين 17 ثانية. جوي يبدأ الهجمة، جوي يسلم على طول لشوشة، يظهر له بعد السكرينات يوسف شحاتة، يسلم تحت الباسكت لأنس أسامة، أنس أسامة في الون ون، أنس في الاختراقات، أنس راح وصل لكن على طول ينجح أنه يحصل على خطأ شخصي وفاول من مصطفى كيجو برميتين حرتين. كيجو تصور رميتين حرتين لمصطفى لأنس أسامة. أنس والفري ثرو الأول لا يسجل. فري ثرو ثاني ورمية حرة أخيرة لأنس أسامة، دقيقتين 10 ثواني متبقية على نهاية أحداث كوارتر ثاني. لا يسجل أيضا، لكن إير بول والأوتسايد لصالح النادي الأهلي. تغييرات كوتش أوجوستي يجريها. إيهاب أمين يعود إلى أرض الملعب مرة ثانية بدل من كريم حاتم. يبدا الهجمه ايهاب امين. ايهاب لسه ايهاب مع الكوره، من تمن نادي الاتحاد. ايهاب امين سكرين مره ثانيه مع كيجو، يسلم لمحمد خيري، محمد على اوبن شوت، محمد خيري ينجح في تسجيل ثلاث نقاط، يدعي الفرق الى ثمان نقاط. 30-38 لصالح نادي الاتحاد، دقيقه 50 ثانيه متبقيه على نهاية أحداث كوارتر تاني. جوي عدى، جوي يسلم لأنس أسامة، أنس في الوان وان، أنس يعمل بريتريشن معاه يروح، لكن في الأخير يستخدم اللوحة وينجح في تسجيل نقطتين على الفرق إلى 10 نقاط نادي الاتحاد. يبدأ الهجمة إيهاب أمين. إيهاب السكيب باس على طول عند الجندي، الجندي في الأوبن شوت، الجندي لكن لا يسجل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند عند أنس أسامة، يسلم بدوره إلى جوي. جوي اخر دقيقة 20 ثانية في احداث الكوارتر الثاني. انس هاند اوف مع يوسف شوشة، شوشة يلعب 1 اون 1 بنتريشن من الميدل، يطلع لانس اسامة، انس اسامة تحت الباسكت يروح يستخدم اللوحة المرة الثانية لكن لا يسجل، يعمل التراي وهنا خطأ شخصي وفاول على مصطفى كيجو. كيجو بعتذر كده الكوتش اوجوستي والاوتسايد خرجوا، ممكن يكون تريبل فاول، ثلاث اخطاء شخصيه. يعود الى ارض الملعب عمر طارق البيجو، والاوتسايد لصالح نادي الاتحاد. يوسف شوشه هيطلع الاوت، يسلم لاحمد ابو العلا بيبو، هاند اوف مع جوي. جوي لسه جوي مع الكوره، ياخذ سكرين من انس اسامه، عدى جوي يطلع لبيبو، بيبو يهوش حاول يعدي في الون ان وان، بيبو يروح يصل لا يسجل، لكن التراي مره ثانيه ينجح في التسجيل وسط، يعني نشوفها مرة تانية. راح اهو وصل عمل الدبل جامب، حط بايده اليمين، لكن هنا كان لازم المساعدة في المتابعات الدفاعية تبقى متواجدة مع عمر طارق. نقطتين يسجلهم احمد ابو العلا بيبو، سكرين لايهاب امين عن طريق عمر طارق، عمر طارق يسلم ايهاب امين، يسلم عمر طارق، تعمل له بلوك على طول في وسط بريك سريع لشوشة، شوشة في الكيك اوت عند يوسف شحاتة، يهوش يروح يشوط لا يسجل، يلم على طول عمرو الجندي، عمرو الجندي يروح في الاول زاويه، عمرو لسه عمرو يعدي عمرو بالباك بيفوت في الاول زاويه، يسلم مروان سرحان لكن تقع من ايد مروان سرحان وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد، لكن هجمه من اولها رائعه من عمرو الجندي. عمل الكنترول صح والباك بيفوت ولا اروع، راح لما الناس كلها عليه طلع على طول مروان سرحان اللي كان عاطيها له كويس جدا، لكن يمكن ما توقعش الباصه وتخبط في ايده وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. تايم اوت يطلبه كوتش احمد عمر، تعالوا نسمع التعليمات نشوف الاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. Gendi Rehab, Omar Marwan.
Omar Tariq in the opposite side. Okay? All we have to make is if they throw a lob pass, to touch the ball. We touch and the clock run. Okay? So, listen. Whoever here takes this area, this pass here. Let's go. 4 ثواني متبقيه على زمن نهايه احداث كوارتر ثاني. طلب التايم اوت كوتش احمد عمر هيضغط النادي الاهلي من اول الملعب في الاربع ثواني المتبقيه. الاتحاد 42 الاهلي 30. جوي طلع على طول الشيشه على طول بيشوط اربع اجزاء من الثانيه عشان تاتي معها صفره انتهاء احداث كوارتر ثاني بتقدم نادي الاتحاد 42 30. اعزائي المشاهدين سنذهب سريعا الى الاستوديوهات التحليليه مع نجومنا المتالقين دائما وابدا كابتن هيثم السعيد والكابتن محمد السلعاوي والكابتن محمد طاهر رجب. كابتن هيثم السعيد اليك الميكروفون. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وشكرا لضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة وقناة النادي الاهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم مرة تانية من صالة الامير عبدالله الفيصل ونقل لقاء الجولة ال13 ما بين الاهلي والاتحاد من صالة الامير عبدالله الفيصل. افكر حضراتكم كده بالتشكيل سريعا لنادي الاتحاد. يوسف شوشة 3، هيثم كمال 6، احمد عادل دولة 7، الامريكي جوزيف ايمانويل جوي 8، ميدو طه 9، انس اسامه 10، باسم الليسي 11، يوسف شوشه 12، احمد ابو العلا بيبو 14، ياسر صالح 20، علي محمد 42، وجاسر الكيكي رقم 91. القاده الفنيه للكوتش احمد عمر ومساعده كابتن احمد عبد الوهاب كابتن هيثم كمال. اما تشكيل النادي الاهلي اليوم: عمر عزب رقم 3، ايهاب امين رقم 4، عمرو الجندي رقم 5، مروان سرحان رقم 6، سيف سمير رقم 8، كيجو او مصطفى مكاوي رقم 10، كريم حاتم 11، احمد مهيب 14، محمد طارق خيري 21، بلال حمدي 22، عمر عماد 42، وعمر طارق رقم 55. القاده الفنيه للسنيور او الكوتش اوجستي جولب بوش ومساعداه كابتن احمد الجرحي والكابتن رامي اضيص، كابتن طارق الغنام مدير الفريق، والكابتن وليد الخراط اداري الفريق. شارك في احداث الكوارتر الاول، انتهت زي ما كابتن هيثم السعيد اشار 23 للاتحاد 13 الاهلي، ثم انتهت احداث الكوارتر الثاني بنتيجه 42 30. سجل نادي الاهلي في الكوارتر الثاني 17 نقطه، اما نادي الاتحاد سجل 19 نقطه. هل يعود النادي الاهلي مره اخرى 12 بوند في عالم كره السله؟ ليس بالامر العسير، ولكن في المتناول اذا استطاع فريق النادي الاهلي العوده لدفاعاته المعهوده مره اخرى. هذا ما نتمناه في بدايه احداث كوارتر ثالث. نادي الاهلي شارك جميع اللاعبين في القائمه فيما عدا بلال حمدي وعمر عماد، اما نادي الاتحاد لم يشارك باسم الليسي، لم يشارك علي محمد، لم يشارك جاسر اكيكي. شارك نادي الاتحاد بتسعة لاعبين في احداث الكوارتر الاول والثاني، والنادي الاهلي شارك ب10 لاعبين من القائمه 12 لاعب في احداث الكوارتر الاول والثاني. نسمع التعليمات. No stupid turnovers here. Coach, on any ball screen, if Kizu gets it here and play handoff and cuts, Omar has to come out. Again? If Kizu is the four man. Double. Ahmed Adel. Here. Ahmed Adel. 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 Ahm
Bibo and Sky. Bibo. Okay. Set screen. Okay. And go. Down the screen. Okay. Maybe you will switch or you have chance. Okay. To go sleep. Okay. Go inside and play 1-1 and Sky. Screen. Okay. Set the screen for a slip. Yeah. Miss or need. Let's go. Bibo. على بركة الله بدأت أحداث كوارتر ثالث في لقاء الجولة الـ13. أفكر حضراتكم بحكام المباراة: كابتن إسلام وحيد، كابتن محمود جمال، كابتن أحمد الجزار، مراقب المباراة هو الكابتن وائل صبحي. الاتحاد في المركز الأول برصيد 23 نقطة من 12 لعب، فاز في 11 وهزم في مباراة وحيدة كانت أمام الأهلي في صالة الشاطبي بالإسكندرية. أما النادي الأهلي 12 المركز الثاني برصيد 22 نقطة، فاز لعب 12 مباراة، فاز ب10، خسر مباراتين كانت امام سبورتنج وامام الزمالك. على بركه الله ستارت اللاين اب للنادي الاهلي: ايهاب امين، كريم حاتم، عمرو الجندي، عمر طارق، مصطفى كيجو، والحيازه اهلاويه. اما الستارت اللاين اب لنادي الاتحاد: دوله وجوي، بيبو، انس اسامه، ويوسف شوشه. البدايه اهلاويه، هندوف على طول مع عمر، عمرو الجندي، عمرو الجندي بالسكرين يعدي، عمرو الجندي بالفلوتر شوت يشوط لكن لا يسجل، يلم على طول يوسف شوشه ويطلع على طول لدوله، ولا المحاولات تروح على طول الكره في الديفنسيف ريباوند لصالح نادي الاتحاد. جوي يبدا الهجمه، جوي يعدي بالسكرين من بيبو، لسه مع كريم حاتم، يقلب على طول لدوله، 10 ثواني متبقيه على زمن الهجمه، دوله بياخد السكرين، دوله بيروح يعدي بالبيك اند رول، يطلع كيك اوت مره ثانيه لدوله، دوله على اوبن شوت 3 بوينت، ينجح في تسجيل اولى نقاط احداث كوارتر ثالث زي ما بدا بيراميد بثلاثيتين في احداث الكوارتر الثاني. بدات الهجمه عند كريم حاتم، 45-30 لصالح نادي الاتحاد. ايهاب امين، ايهاب في الاوبن شوت على 3 بوينت شوت لكن لا يسجل، انس اسامه على طول في الديفنسيف ريباوند ويسلم لدوله، دوله يبدا الهجمه، دوله يعدي بالسكرين، لسه دوله، انس اسامه بالهوك، انس اسامه يروح لا يسجل، كيجو على طول في الديفنسيف ريباوند يسلم لايهاب امين، يبدا الهجمه ايهاب، ايهاب لكيجو، كيجو بالاند اوف مع ايهاب، ياخد معاه السكرين، عدى ايهاب، لسه ايهاب، الكيك اوت عند الجندي، الجندي اللي بقى ترن اوفر باد باص كده يقطع على طول ويعمل ستيل، دوله، دوله في الاول زاوية يروح يباص لجوي على الاوبن شوت في البيس لاين يشوط لا يسجل، سكند شانس حاضر على طول في وسط عدم وجود دفاع وريباوند من النادي الاهلي، ينجح انس اسامه في السكند شانس ويسجل نقطتين لصالح نادي الاتحاد. فاول خطا شخصي. لصالح النادي الاهلي 47-30، 8 دقائق دقيقتين فاتوا من عمر احداث الكوارتر الثالث، اوت سايد لصالح النادي الاهلي. يجو يطلع الاوت، ما زال في انتظار، ما زلنا في انتظار استكمال المباراة. هي 18 ثانية كما شعر كابتن اسلام وحيد، ده اللي هنشوفه دلوقتي. استلم على طول عمر، عدى قبل الثمان ثواني، يسلم على طول لكريم حاتم، كريم في الوان ان وان، كريم بالسكرين عدى باك سبين كده، لسه كريم حاتم، خمس ثواني على زمن الهجمة، كيجو كيجو لازم يشوط دلوقتي، لازم يشوط، ايهاب امين شوط وبذكاء نجح انه ياخد خطا شخصي وفاول، لكن هنا في واضح ان في حاجه احنا مش شايفينها، هو خطا شخصي، نركز بس مع الحكم، هنشوف دلوقتي كابتن اسلام وحيد قراره ايه، هنشوف كابتن اسلام وحيد قراره ايه، الكره خطا شخصي قبل ال 24 ثانيه، ده اللي هنشوفه او ده اللي شفناه فعلا، هنشوف القرار ايه، ده اللي هنشوفه دلوقتي كابتن اسلام وحيد وكابتن محمود جمال. هنشوف قرار ايه، انا اتوقع ان هو قرار بثلاث رميات حره. كابتن وائل صبحي مراقب المباراه في تشاور مع كابتن اسلام وحيد،
فاول على يوسف شوشة واوت سايد. نشوفها مرة تانية. ادي هنا هي واضحة جدا. لكن عامة رجعنا تاني ل 14 سنة متبقي اقل من 10 ثواني. ايهاب امين، ايهاب في الدرايف بنتريشن واحد على واحد، يروح بشماله ويسجل، لا ما يسجلش، لكن يحصل على خطأ شخصي من انس اسامة وتو شوتس ورميتين حرتين لايهاب امين. تو شوتس ورميتين حرتين لايهاب امين على الفري ثرو الاول. ايهاب ينجح في التسجيل. اولى الرميات الحره لايهاب امين واولى نقاط احداث كوارتر ثالث. ايهاب على الفري ثرو الثانيه والرميه الحره الثانيه ينجح ايضا في التسجيل. يبدا الهجمه جوي من نادي الاتحاد 32-47، 27 سنه متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثالث. عدى جوي بالباك سبين او الباك بيفوت، يروح يطلع كيك اوت على طول عند دولا على اوبن شوت، ينجح في تسجيل 3 بوينت ثاني، وسع الفارق الى 50-32. ثلاث ثلاثيات لنادي الاتحاد، نجح في تسجيل 2، ثلاثيه وحيده من نادي الاهلي، محاوله وحيده لم ينجح في تسجيلها. كيك اوت على طول عند ايهاب امين، ايهاب على الاوبن شوت، ايهاب 3 بوينت ولا اروع، ينجح في تسجيلها ايهاب امين. ده الفارق مره ثانيه الى 35-50. ثاني الثلاثيات او ثاني المحاولات نجح في تسجيل النادي الاهلي، محاوله وحيده من اصل 2. تعود الكره لنادي الاتحاد عن طريق جوي. جوي يعمل السير ولا اروع، ايهاب امين تروح لكريم، كريم راح في الوان اون وان، كريم راح وصل نجح سجل نقطتين واند وان وخطا شخصي على جوي، يدعي الفارق الى 37-50. كريم حاتم لكن السير من بدايته عند ايهاب امين. ادي الخطا الشخصي، ركز فيها كريم كويس جدا عكس الكره الاولى اللي كانت في الكوارتر الاول، ونجح في تسجيل نقطتين وخد معاهم الاند وان. كريم حاتم واحد من ناشئين النادي الاهلي تحت 20 سنه بقياده الكوتش ابراهيم الجمال. خطا شخصي على جوي رقم 8 واند 1 لصالح كريم حاتم. 37-50، 6 دقائق 27 سنه متبقيه على نهايه احداث كوارتر ثالث. اند 1 لكريم حاتم لا يسجل، يلم على طول نادي الاتحاد عن طريق بيبو، سلم الجوي جوزيف ايمانويل مع كريم حاتم من تمان لازال النادي الاهلي. وهنا في ايه؟ هنا في اوفنسيف فاول. لا مش اوفنسيف فاول، 8 ثواني يحتسبهم كابتن احمد الجزار، لم يتخطى ايمانويل جوزيف ايمانويل او جوي الثمان ثواني، على طول تيرن اوفر على نادي الاتحاد. اوتسايد اهلاوي هيطلع كريم حاتم، يسلم لايهاب امين. ايهاب، ايهاب عدى ايهاب، ايهاب في الاوبن شوت، ايهاب 3 بوينت ولا اروع، ايهاب امين ينجح في تسجيل 3 نقاط، يدعي الفارق الى 50-40 لصالح نادي الاتحاد. ثالث المحاولات على 3 بوينت للنادي الاهلي في احداث الكوارتر الثالث، نجح في تسجيل محاولتين. دولا على اوبن شوت، دولا عايز يرد لكن اير بول وبتطلع اوتسايد، يحصها كده كيجو، والحيازه لصالح النادي الاهلي. تايم اوت يطلبه الكوتش عمر. نجح دفاعات النادي الاهلي في بدايه احداث الكوارتر الثالث في تضييق الفارق، اصبحت النتيجه 40-50. تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد عمر المدير الفني لنادي الاتحاد. ثلاث محاولات لنادي الاهلي على 3 بوينت، نجح في تسجيل محاولتين
واربع محاولات لنادي الاتحاد على 3 بوينت نجح في تسجيل محاولتين من اصل 4 على الفري ثرو. ثلاث محاولات للنادي الاهلي نجح في تسجيل محاولتين، اما نادي الاتحاد لم تاتي اليه اي من محاولات الفري ثرو. اوتسايد اهلاوي استلم على طول ايهاب امين مع دوله مان تو مان بريس من اول الملعب على ايهاب امين. ايهاب لسه ايهاب تراجع ياخد السكرين من عمر طارق، عدى ايهاب لسه مسيطر على الكره ايهاب، ايهاب في الفيدوي ايهاب شوط ايهاب لكن مستعجله ايهاب لا يسجل على طول ديفنسيف ريباوند على طول حاضر عند نادي الاتحاد وتروح على طول الكره للجوي. جوي يقرر انه يفتح الملعب ياخد السكرين من بيبو لكن عدى كريم حلو قوي سلم انس اسامه، انس في الون 1 في البنتريشن راح بشماله وصل لكن لا يسجل انس على طول ديفنسيف ريباوند عند البوب ايهاب امين في الاول زاويه ايهاب وصل ايهاب كيجو يحاول معاه مره ثانيه لكن لا يسجل على طول جوي ديفنسيف ريباوند في الاول زاويه يروح لكن هنا كريم انا سبورتس مان لايك فاول على كريم حاتم طبقا لاشاره كابتن اسلام وحيد انا سبورتس مان على كريم حاتم. رميتين وحيازه لصالح نادي الاتحاد. أنا سبورتس وفي تعليمات من كابتن محمود الكوتش اوجوستي. رميتين وحيازه لجوي. جوي على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. بيسلو تاني ورمية حرة تانية للجوي. لا يسجل. 51-40 الحيازة للاتحاد. اوتسايد هيطلعوا دولة. دولة. مان تو مان نادي الاهلي انس اسامة البحث عن جوي، جوي يستلم مع كريم حاتم لكن هنا في فاول وخطأ شخصي على كريم حاتم، في قرار بيقول اوفنسيف فاول وفي قرار بيقول فاول، اوفنسيف فاول على جوي زي ما قال كابتن محمود وكابتن اسلام وحيد خطا شخصي وخطا مهاجم على جوي. هنشوف القرار ايه، لا زلنا في المداولات. خلينا مع كابتن اسلام وحيد. خلاص اوفنسيف فاول وخطا مهاجم. وفي تغيير هيجري نادي الاتحاد. شايف يوسف شوشه هو اللي هيغير دلوقتي. هيجيب جوي اعتقد، جوي متهيألي 3 فاول. ينزل يوسف شوشه مكان جوي او جوزيف ايمانويل. يبدا الهجمه النادي الاهلي عن طريق كريم حاتم. عوض التكنيكال فاول باوفنسيف فاول مع جوي. كريم عد على طول وسلم لإيهاب أمين. إيهاب في الوان ان وان إيهاب، إيهاب راح إيهاب سلم لكيجو جول أروع أسيست ولا أجمل. ينجح كيجو في ترجمة الأسيست بنقطتين على طول 42-51 لصالح نادي الاتحاد. لسه دولة. دولة يستلم مرة ثانية. دولة عايز يلعب واحد على واحد مع عمر طارق. راح دولة وصل دولة لكن ارتكب معاه فاول وخطأ شخصي برميتين حرتين والفاول على عمر طارق رقم 55 من النادي الأهلي. 4 دقائق 27 ثانية على انتهاء أحداث كوارتر ثالث. تو شوتس لأحمد عادل دولة. دولة على الفري ثرو الأول. لا يسجل. دولة على الفري ثرو الثاني. ينجح في التسجيل. اربع محاولات لنادي الاتحاد في احداث الكوارتر الثالث، نجح في تسجيل محاولتين من اصل 4 على الفري ثرو. كريم حاتم يعدي قبل الثمان ثواني. كريم ياخد سكرين على طول من عمر طارق. سكرين ثاني لعمرو الجندي. الجندي بالسكرين مع عمر طارق. الجندي في الدرايف. الجندي في الكيك اوت عند كريم حاتم. يحاول عليها كده ويسيطر عمر طارق قبل الثواني الاخيره لازم يشوط. لكن هنا اعترض يوسف شوشه بفاول وخطا شخصي واوتسايد لصالح النادي الاهلي. استطاع بالذكاء كده عمرو الجندي تو شوتس رميتين حرتين. استطاع بالذكاء كده عمرو الجندي قبل الثواني الاخيره انه ياخد فاول من شوشه
برميتين حرتين. عمرو الجندي والفري ثرو الاول والرمي الحره الاولى. عمرو الجندي لا يسجل. 50% محاولات النادي الاهلي في احداث الكوارتر الثالث على الفري ثرو او على الفاول شوتين. جندي والفري ثرو الثاني. حوار جانبي كده ما بين الكوتش احمد الجرحي والكوتش اوجستي ينجح في التسجيل. 5 محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو نجح في تسجيل 3. بدايه الهجمه عند دوله من نادي الاتحاد. 43-51. دوله لسه مع كريم. عدى دوله بالاستجر سكرين. لسه دوله يسلم على طول ليوسف شحاته. يوسف في الوان ان وان. يوسف يقف على الميديم يشوط لا يسجل. انس اسامه مع تراي كده سكند شانس، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على مصطفى كيجو. كيجو خطا شخصي ورميتين حرتين لانس اسامه. يخرج عمرو الجندي يعود مهيب الى ارض الملعب. انس اسامه والفري ثرو الاول لا يسجل. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه لانس اسامه. ينجح في التسجيل. يبدا على طول الهجمه عن طريق ايهاب امين. ايهاب عدى، لكن هنا في فاول وخطا شخصي على يوسف شحاته ورميتين حرتين. تو شوتس لصالح ايهاب امين. فري ثرو اول ناجح لايهاب امين. ينجح في التسجيل. 53 للاتحاد 44 الاهلي. 4 دقائق 25 ثانية متوقعة لنهاية احداث كوارتر ثالث. ايهاب امين والفري ثرو الثاني. لا يسجل. يلم على طول سكند شانس عمر طارق. عمر طارق في الباك ليه بيروح يصل ينجح في الاخير يسجل نقطتين ومعاهم الاند وان لعمر طارق على طول. ريفرس ولا اروع. باك لاب ولا اجمل لعمر طارق ينجح في تسجيلهم. نشوفها مره ثانيه. الفولو كان حاضر عند عمر طارق. لم من وسط مين؟ بيبو. وانس اسامه خد الدريبلايه في الباك لاب ونجح انه ياخد الخطا الشخصي وفاول على انس اسامه عشان يعدل النتيجه الى 46-53. اند وان لعمر طارق. عمر والاندوان لا يسجل. حاول معاه كده كيجو، لكن في الاخير تلمس كيجو وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. يعني سوسامة يخرج. شوف نزل مين مكانه. اعتقد هيثم كمال. هيثم كمال فعلا هو اللي نزل. ميدو طه او ياسر صالح يعود. يبدا الهجمه على طول. دوله. دوله. عدى بالسكرين مع بيبو. لسه دوله يروح الميدل مره ثانيه. دوله. يسلم لبيبو. بيبو وهنا يروح بتراي كده على الباسكت ينجح في التسجيل على طول. كريم حاتم يبدا الهجمه للنادي الاهلي. 55-46. 3 دقائق و56 ثانية متوقعه على نهايه احداث كوارتر ثالث. كريم حاتم يروح لكن يتعمل له بلوك كده من بيبو. تصل الكره عند دوله. دوله لياسر صالح. لدوله مره ثانيه في الاكسترا باس. دوله في البنتريشن من الميدل يروح يصل لا يسجل. يلم على طول البوب ايهاب امين. ايهاب في الاول زاويه. لازم يهدى هنا ايهاب. بص على اللقطة ايهاب. يهدى ويران البلاي كده يسلم لعمر طارق. عمر طارق يروح لكن هنا بيعترضوا بيبو بخطا شخصي وفاول ورميتين حرتين لعمر طارق. 3 دقائق 29 ثانية. 46-55. نشوف اللعبه مره ثانيه. عمر طارق يروح ويقدر انه ياخد الفاول. تو شوتس والخطا الشخصي على احمد ابو العلا بيبو لاعب نادي الاتحاد. رميتين حرتين لعمر طارق. عمر والفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. عمر طارق على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. سيف سمير السعيد للنزول. اعتقد هنا مكان كيجو. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه لعمر طارق ينجح ايضا في التسجيل. هل مكان كيجو ولا عمر طارق؟ اعتقد مكان كيجو زي ما قلت لحضراتكم. 10 محاولات للنادي الاهلي على الفري ثرو نجح في تسجيل 6 محاولات من اصل 10 محاولات. بدايه الهجمه عند يوسف شحاته. تتولى الكابتن ايهاب امين.
بيبو قطع له دولة لكن سلم في الأخير هاند أوف مع ياسر صالح. ياسر يسلم ليوسف شحاتة، 10 ثواني متبقى على زمن الهجمة. يقلب الملعب على طول هيثم كمال اللي هو على الأوبن شوت 3 بوينت لا يسجل، يلم على طول نادي للأهلي عن طريق كريم حاتم ويسلم بدوره لإيهاب أمين. إيهاب عدى قبل الثمان ثواني، إيهاب يسلم لسيف سمير اللي نزل مكان كيجو. إيهاب على أوبن شوت، إيهاب في 3 بوينت لكن هنا إيهاب ينجح إنه ياخد خطأ شخصي وفاول بثلاث رميات حرة لصالح إيهاب أمين. 48-55 سبع نقاط لصالح نادي الاتحاد. 256 ثانية ثلاث رميات حرة لإيهاب أمين. فري ثرو أول لإيهاب ينجح في التسجيل. فري ثرو تاني ورا 200 الرمية الحرة التانية لإيهاب أمين. ينجح أيضا في التسجيل. كابتن خالد مرتجي وكابتن محمد ضماطي، كابتن خالد امين الصندوق وكابتن محمد ضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي في المقصوره الرئيسيه لمتابعه النادي الاهلي. وادي رميه حره ثالثه واخيره في شوط ثالث ينجح ايهاب امين في تسجيله ويتم تغيير ايهاب امين بعمر عزب. 55-51 لصالح نادي الاتحاد، اقل من ثلاث دقائق على نهايه احداث الكوارتر الثاني. كريم حاتم يتولى رقابه دوله من اول الملعب، ضغط عليه من اول الملعب، عدى دوله تخبط كده في هيثم كمال وبتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. دفاعات قويه من كريم حاتم ينجح انه يعمل يعني يخلي دوله كده يرتكب ترن اوفر وتروح الكره على طول لصالح النادي الاهلي. يبدا الاهلي الهجمه عن طريق كريم حاتم، المان تو مان لازال نادي الاتحاد. مهيب على اوبن شوت لا يسجل، يزق الكره كده عمر عزب لكن في الاخير تصل الى بيبو. بيبو يبدا الهجمه عن طريق دوله مستعجله شويه. مهيب عدى دولة يسلم بيك اند رول مع هيثم كمال، هيثم يروح هيثم قطع له بيبو لكن هنا في خطأ شخصي وفاول. نشوف الفاول على مين. نشوفها مرة ثانية هنا، أعتقد هنا الفاول على أحمد مهيب. فاول الخطأ الشخصي على أحمد مهيب. شوتس لاحمد ابو العلا بيبو. فري ثرو اول لبيبو. لا يسجل. اربع نقاط تظل الفارق كما هو 55-51 لصالح نادي الاتحاد. دقيقتين 19 ثانية اعزائي المشاهدين على نهاية احداث الكوارتر الثالث. فري ثرو ثاني لبيبو ينجح في التسجيل. ثمان محاولات لنادي الاتحاد على الفري ثرو، نجح في تسجيل اربع محاولات بنسبه 50%. يضغط نادي الاتحاد. سيف سمير لعمر عزب، كريم حاتم استلم تحت الباسكت على طول عمر طارق. عمر طارق يقلب السكيب باص عند عمر عزب. عمر على الميديم شوت، عمر شوت عمر نجح عمر في تسجيل نقطتين. السيد الدكتور هشام العمري ايضا حريص على متابعه الماتادورز الاهلاوي. ادي عمر عزب والتوشو والنقطتين نجح في تسجيلهم عشان هما باتنين بونت بس. دولا يشوط على الثري بوينت لا يسجل، يزوق على طول الكره سيف سمير تصل في الاخير الى كريم حاتم. 53-56 ده الفرق الى ثلاث نقاط. ترن اوفر من احمد مهيب على طول الكره يعمل الستيل. دولا يعطل كده عمر طارق وبدوره يسلم دولا ليه احمد مهيب. يوسف شحاته، يوسف يطلع لهيثم كمال، هيثم راح وصل لكن هنا انا مش عارف اقول ايه بصراحه، انا مش عارف اقول ايه بصراحه يعني هنا ما مش عارف. كابتن محمود جمال اعتقد هيبقى في حوار كده بينه يعني مش عارف، لكن هو في الاخير حسبها لنادي الاتحاد. 8 ثواني متبقيه على زمن الهجمه ودقيقة 21 ثانية متبقية على زمن الكوارتر.
جوي يعود مره ثانيه الى ارض الملعب، يسلم هيثم كمان لجوي، جوي جوزيف ايمانويل، جوي لسه جوي، ضغط من النادي الاهلي، شوت جوي على اوبن شوت جوي لكن لا يسجل، امسك يا سيف امسك يا سيف، والجامبول والحيازه للاتحاد. سبع محاولات على 3 بوينت لنادي الاتحاد، نجح في تسجيل محاولتين، اما النادي الاهلي اربع محاولات نجح في تسجيل محاولتين من اصل اربع محاولات على 3 بوينت. اوتسايد للاتحاد، الحيازه في الجامبول للاتحاد. جوي جوي يعمل الدرايف، لسه جوي مع كريم حاتم اخر ثواني، وادي هنا بيبو يروح على الباسكت ينجح في تسجيل نقطتين بعد اسيست من جوي اللي نجح في انه يعمل بنتريشن، لكن هيلب سايد الويك سايد ما كانش موجود للدفاع. كريم حاتم يبدا الهجمه، 58-53 كريم لسه كريم، يسلم لسيف سمير، سيف على الاوبن شوت سيف سمير لكن لا يسجل، على طول ديفنسيف ريباوند حاضر عند نادي الاتحاد عن طريق دولا، دولا يبدا الهجمه، دولا 1 اون 1 دولا قطع له كده بيبو لكن في الاخير سلم الى جوي، جوي رايح بالسكرين لجوي، دولا على طول وصل جوي تراي على الباسكت 1 الاولى لكن ما ينجحش يطلع كيك اوت لهيثم كمال ليقلب الملعب السكيب باص عند يوسف شحاته، يوسف على الاوبن شوت لكن لا يسجل، يلم على طول النادي الاهلي عن طريق مهيب، يسلم الكره لكريم حاتم، ثواني اخيره في احداث وعمر الكوارتر الثالث، مهيب بيطلب سكرين، مهيب لسه مهيب، مهيب يهوش يشوت لكن هنا ينجح انه يحصل على خطا شخصي بالثلاث رميات احمد مهيب، يحتسب الكوتش او الكابتن احمد الجزار والخطا نشوف على مين، اعتقد الخطا على دولا، ثلاث رميات حره لصالح احمد مهيب. فري ثرو اول لاحمد مهيب. لو زملائنا الاعزاء في الكنترول نظره سريعه على السكور بورد في الملعب نعرف السكور التايم قد ايه. ثانيتين متبقيتين، شكرا لمخرجنا وزملائنا في الاستوديو. فري ثرو اول لاحمد مهيب. لا يسجل. فري ثرو ثانيه ورميه حره ثانيه لاحمد مهيب. ينجح في التسجيل. ثانيتين متبقيتين وفري ثرو ثالث ورميه حره اخيره لاحمد مهيب. ينجح ايضا في التسجيل. يضغط النادي الاهلي، ثواني اخيره. ميدو طه خلاص شاط وانتهت معها صفره، تاتي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم نادي الاتحاد فارق الثلاث نقاط 58-55، ثلاث نقاط هو الفارق لصالح نادي الاتحاد. اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ما بين احداث كوارتر ثالث ورابع نعود اليكم سريعا فيها فلا تذهبوا بعيدا. كويس كريم مهيب عايز ايه؟ ولا حاجه خلاص كله حلو كل اللي بيلعب كيب بلاينج سيم سيم تاك ديفنس اند وان فيري جود ثينج وان فيري جود ثينج وي نيد ات ذا بيجينينج اوف ذا كوارتر ذا بيجينينج واز نوت سو جود وي ديدنت جيت اني تيم فاولز ايفن اوكي ذيس الاو اس تو بلاي دي بلاك ميد فاولز وي ديدنت ميك فاولز وي بلاي جود ديفنس وان وي ور كومينج باك وذاوت ميكينج فاولز اند ذن ات ليت اس بلاي ايفن سترونجر ات ذا اوكي سو بي سمارت وذ ذس ناو ذا ريفريز كان دو Guys, when we are playing pick, any pick and roll, we cannot be disorganized, okay? But when we play pick, screen and roll, and the other, like say if here open this time, okay, open. Sometimes we can move baseline, okay? We can play that. كل وايه اخر ثانيه كلهم اخر ثانيه
بعد الريباوند ان انا اروح ترانزيشن. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث كوارتر الاخير في احداث كلاسيكو كره السله الاهلي والاتحاد. تقدم نادي الاتحاد فرق 3 نقاط والحيازه التبادليه لصالح النادي الاهلي. ايهاب امين يسلم لسيف سمير تحت الباسكت لكن ترن اوفر كده، لا مش ترن اوفر، تعود الكره على طول تخبط في ايد انس اسامه وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 3 اخطاء شخصيه على انس اسامه زي ما سمعنا كده من لاعبي النادي الاهلي، واقول لكم في اقرب توقف بعض الاحصائيات في احداث الكوارتر الثاني. مهيب يستلم الكره 10 ثواني متبقية على زمن الهجمه. سكرين لايهاب، ايهاب على الاوبن شوت، ايهاب 3 بوينت لكن لا يسجل، يعمل معاها تراي مره ثانيه وتراي مره ثانيه ينجح في تسجيلها. ايهاب امين اولى محاولات النادي الاهلي واولى نقاط النادي الاهلي في احداث الكوارتر الرابع والاخير. جوي يسلم على طول لهيثم كمال. النادي الاهلي تشكيله والستارت لاين اب ايهاب امين، مهيب، عمر طارق، عمر عزب، وسيف سمير. اما نادي الاتحاد جوي وهيثم كمال. وادي هنا اولى الثلاثيات لهيثم، اقول لكم على طول في اقرب توقف ينجح في تسجيلها. هيثم كمال يوسع الفرق الى 61-57. هيثم كمال وجوي ومعاهم ميدو طه وانس اسامه وفي الاخير احمد عادل دوله. ايهاب امين لمهيب، مهيب ياتي الرد سريعا، ياتي الرد سريعا. احمد مهيب بثلاث نقاط ده الفرق الى نقطه وحيده لصالح نادي الاتحاد 60-61 في بدايه احداث كوارتر رابع واخير. جوي يعدي بالسكرين عايز يعمل البيك اند رول، يقلب الملعب الناحيه الثانيه عند ميدو طه، ميدو في الدرايف واحد على واحد لكن بلوك ولا اروع. هذه المنطقه مخصصه فقط للبيج او عمر طارق، ينجح فيه الدفاعات عمر طارق متواجد في الهيلب سايد ولا اروع ولا اوتسايد. والباسكت لصالح، هل دي باسكت ولا ثلاثة بونت ما شفناهاش، لكن يضغط على طول نادي الاتحاد. ايهاب امين باسكت 63-60 وهنا خطا شخصي وفاول على جوي، اعتقد ده الفاول الرابع لان شايف ياسر صالح بيستعد للنزول. هنشوفها مره ثانيه الكره الاخيره. دي الهجمه اللي فاتت، شكرا مخرجنا، غفلة دفاعية كده من الويك سايد أو من اللي. لسه جوي بيتحدث الكابتن أحمد الجزار والأوت سايد لصالح النادي الأهلي. إيهاب أمين لمهيب، مهيب يهوش حلو قوي يروح على الباسكت في الأوبن شوت لا يسجل، يلم على طول أنس أسامة ويسلم لجوي. جوي يعدي جوي أول ذا واي، جوي راح جوي لكن لا يسجل، يلم على طول سيف سمير يسلم لإيهاب أمين، تراي كده من جوي لكن لا ينجح في التسجيل، يلم على طول البوب، البوب راح البوب في الاول زاويه، البوب يطلع كيك اوت لمهيب، مهيب على الاوبن شوت، مهيب لكن لا يسجل. سيف سمير سكند شانس يروح سيف ينجح سيف في تسجيل نقطتين، ده الفارق الى نقطه وحيده مره ثانيه. مباراه ولا اروع، حماس ولا اجمل في دوري كره السله الجوله ال 13. ميدو طه، ميدو يرجع له على طول ايهاب امين بعد السكرين، ميدو لسه ميدو راح ميدو في الباك لياب ميدو لكن هنا خطا شخصي وفاول على عمر طارق. تو شوتس لاحمد عادل دوله. انا قلت ميدو طه عفوا، هو احمد عادل دوله. كيجو بدل من عمر طارق. نادي الاتحاد على الفري ثرو في الكوارتر الثالث 8 محاولات سجل منهم 4، النادي الاهلي 16 محاوله نجح في تسجيل 11 على الفري ثرو. دوله على الفري ثرو الاول لا يسجل. في 3 بوينت الاتحاد شاط 8 محاولات نجح في تسجيل 2، الاهلي شاط 5 نجح في تسجيل 2، دوله على الفري ثرو الثاني ينجح في التسجيل. يوسع الفارق الى نقطتين 64-62 لصالح نادي الاتحاد. 7 دقائق 50 ثانية متبقية على نهاية أحداث كوارتر الرابع وأخير. سيف سمير
عمرو الجندي يعود لارض الملعب بدلا من مهيب. جندي لسه الجندي بري سكرين مره ثانيه معاه كيجو يسلم لعمر عزب. اربع ثواني ثلاث ثواني الجندي على اوبن شوت الجندي من بعيد لا يسجل. كيجو يحاول معاه تراي وينجح في تسجيل نقطتين ينجح في تسجيل نقطتين. هنا كابتن اسلام قال لا يعني ما تسجلش يعني مش عارف بصراحه بس يعني مش عارف يعني قبل ما يشوط كان كيجو لمس يعني خلى الكرة تلمس الرنج. لكن عامة نعود إلى المباراة مرة تانية. هاند أوف على طول مع ياسر صالح. ياسر مستني ميدو طه اللي جاله من السكرين. ميدو مان تو مان النادي الأهلي عدى ميدو وهنا خطأ شخصي وفاول على عمر عزم. ده 14 ثانية جديدة وأوتسايد لصالح نادي الاتحاد. هيثم كمال يسلم بالهاند اوف لدولا. دولا لسه دولا لسه دولا بيسيطر على الكرة. دولا ها بيحاول معاها تاني. ياسر صالح يسلم على طول لأنس أسامة على الأوبن شوت. أنس لا يسجل. هيثم كمال بليسنج حاول مرة تانية لكن هنا في إيه؟ في خطأ شخصي على إيهاب أمين. فاول وخطا شخصي على ابقى مين بوشنج واوتسايد لصالح نادي الاتحاد طبقا لاشاره كابتن اسلام. نشوفها تاني مره ثانيه هنا. هو ايهاب بيشرح له هنا بيقول له انا زقيت الكرة في البورد ونزلت لزميلي اللي ورايا. ده الحوار ده الحوار يا جماعه ده او ده الكلام المصار ما بين كابتن محمود جمال وإيهاب أمين وزق الكرة في البورد ازاي ووصلت لزميله ازاي تتحسب عليها فاول. ده الحوار. اوتسايد للاتحاد يقطع على طول إيهاب أمين في الستيل. إيهاب في الأول زاوية. إيهاب راح إيهاب وصل إيهاب سجل إيهاب وخد معاها لاند وان. إيهاب تعادل أول لصالح النادي الأهلي 64-64 أول تعادل في اللقاء عن طريق البوب. إيهاب أمين الستيل كان من أوله وراح على طول بالكاونت والاند وان والخطا الشخصي على ياسر صالح. اند وان لصالح ايهاب امين. 6 دقائق 49 ثانية واند وان لصالح النادي الاهلي. ايهاب على اند وان ينجح في التسجيل اول تقدم للنادي الاهلي في احداث المباراة في الكوارتر الرابع. كام باك ولا اروع من لاعبي النادي الاهلي والماتادورز الاهلاوي بقياده السنيور اوجوستي. يعود على طول ميدو طه بالسكرين مع انس اسامه بالفلوتر شوت عايز يعلي لكن هنا ولا اروع. هنا دفاعات قويه من كيجو اللي نجح على طول يستخلص الكره كده ويطلعها اوتسايد لصالح نادي الاتحاد. 13 ثانيه متبقيه على زمن الهجمه. اوتسايد للاتحاد. طلع انس اسامه يسلم لميدو طه. ميدو لسه ميدو عايز يعدي البنتريشن من بيز لاين يجرب مره ثانيه لكن هنا فاول وخطا شخصي على عمر عزب. نوت كاونت مش محتسبه الصفيره قبل الاكشن. 6 دقائق 22 ثانيه شكرا مخرجنا. 65 للاهلي 64 للاتحاد اوتسايد للاتحاد. يقطع على طول سيف سمير. لاست تاتش لاست تاتش لاست تاتش لاست تاتش. كابتن اسلام بيقول اوتسايد على النادي الاهلي. حوار كده ما بين كابتن محمود جمال وهو كوتش اوجوستي. يستلم على طول انس اسامه بالهاند اوف مع ميدو طه. استجر سكرين ميدو. ميدو يسلم لهيثم كمال تحت الباسكت انس اسامه 1-1. انس اسامه يلف بيمينه ويروح يسجل نقطتين. يتقدم نادي الاتحاد بفرق نقطة 66-65 ست دقائق متبقية على نهاية أحداث المباراة والكورت الرابع. عمر عزم يستلم ياخد سكرين من سيف سمير يسلم لكيجو. كيجو بالهاند اوف على طول مع إيهاب أمين. إيهاب لسه إيهاب. إيهاب أمين
إيهاب على أوبن شوت، إيهاب 3 بوينت لا يسجل، على طول يلم سكند شانس حاضر عند سيف سمير، يسلم لإيهاب مرة ثانية، إيهاب على الأوبن شوت للمرة الثانية إيهاب، لكن إير بول وأوت سايد لصالح نادي الاتحاد. يعتذر إيهاب طبعا، لازم يعتذر. ست سبع محاولات للنادي الاهلي على الثري بوينت في احداث الكوارت الرابع، نجح في تسجيل محاوله وحيده، في حين نادي الاتحاد محاولتين على الثري بوينت، نجح ايضا في تسجيل محاوله وحيده على الثري بوينت. يوسف شوشه اللي عدى ارض الملعب مره ثانيه. شوشه في ال1 اون 1 شوشه، عمرو الجندي لكن الستيل ولا اروع من ايهاب امين، ايهاب راح ايهاب سجل، ايهاب كان عايز ياخد الفاول لكن خلاص احتسب نقطتين. 67 66 ميدو طه درايف من البيس لاين، يسلم على طول لهيثم كمال، هيثم في الاوبن شوت 3 بوينت لا يسجل، درايف لمس تاتش كده اخيره من انس اسامه ينجح في تسجيل نقطتين عشان يجعل المقدمه الخضراء لصالح نادي الاتحاد 68 67. يعود الى ارض الملعب عمرو الجندي مره ثانيه بدلا من احمد مهيب. ايهاب امين في الدرايف واحد على واحد بنتريشن ولا اروع، باسكت ولا اجمل، كاونت 1 1 لصالح البوب، ايهاب امين يجعل بيهم التقدم احمر اهلاوي 69 68 والخطأ الشخصي على احمد عادل دولا اند وان ولا اروع لصالح البوب ايهاب امين. ايهاب في الاند وان ينجح في التسجيل، باسكت فارق لصالح النادي الاهلي 70 68 لصالح الاهلي والاهلاويه. هاند اوف على طول ميدو طه، ميدو في الدرايف بنتريشن راح وصل نجح سجل نقطتين والخطا الشخصي على كيجو، مصطفى كيجو يرتكب خطا شخصي. شوفها مره ثانيه، لازم يعني كيجو طلع بدري قوي لانس اسامه، يعني انس اسامه قوته الهجوميه تحت الباسكت مش فوق. اند وان ينجح في تسجيلها ميدو طه، يجعل النتيجة نقطة لصالح نادي الاتحاد 71 70. عمر عزم يسلم لإيهاب أمين، إيهاب بالسكرين مع سيف سمير، بري سكرين مرة ثانية، إيهاب يسلم لسيف، سيف العب يا سيف، راح سيف لكن ما سجلش سيف، يلم على طول أنس أسامة يسلم لدولا، دولا يبدأ الهجمة، أربع دقائق متوقعة على نهاية أحداث كورت الرابع والمباراة. دولا دولا 1 1 دولا مع عمرو الجندي، لسه دولا حاول يعمل منه الستيل، دولا يعدي يقلب الملعب الناحيه الثانيه لانس اسامه بس 3 بوينت كده لكن اير بول من شوشه، لما على طول عمر عزب يسلم لايهاب امين، ايهاب يقلب الملعب لسيف سمير، ياخد من سيف سمير مره ثانيه، ايهاب امين لعمر عزب، عمر فاضي على الاوبن شوت، اوبن شوت لكن لا يسجل، يحاول معاه مصطفى كيجو لكن في الاخير ينجح نادي الاتحاد في الديفنسيف ريباوند ويسلم لدولا، نقطه وحيده فارق لصالح نادي الاتحاد. يا سعيد عمر طارق وكريم حاتم مره ثانيه، وادي هنا فاول للمره الثانيه، فاول المره دي على ايهاب امين ولا كيجو، هنا في تغيير كريم حاتم وعمر طارق اعتقد مكان سيف سمير وكيجو، اعتقد هذا التغيير ده اللي هيحصل. نشوف دلوقتي عمر طارق اعتقد مكان عمر طارق، ادي سيف سمير خارج وايهاب امين هو اللي خارج، يبقى كده كيجو وعمر طارق وعمر عزب وعمرو الجندي وكريم حاتم في الملعب. فري ثرو اول لدولا، ينجح في التسجيل، يوسع الفرق الى فرق نقطتين لصالح نادي الاتحاد. 3 دقائق 23 سنه متوقعه لنهايه احداث كوارت الرابع والمباراه. فري ثرو ثاني لدولا، ينجح ايضا في التسجيل، خمس محاولات لنادي الاتحاد على الفري ثرو، نجح في تسجيل الاربعه من اصل خمسه. نادي الاهلي محاولتين نجح ايضا في التسجيل. عمر عزب يسلم على طول لكيجو، كريم حاتم عمر عزب مرة تانية، عمرو الجندي واحد اثنين اثنين زون ديفنس نادي الاتحاد، أول مرة منذ بداية اللقاء. عمرو الجندي لسه الجندي
يسلم لعزب، عزب في البيز لاين على اوبن شوت، عزب لكن لا يسجل، يحاول معه مره ثانيه عمر طارق في السكند شانس ولا اروع ينجح في تسجيلها، هدايه الفرق مره ثانيه الى نقطه وحيده لصالح نادي الاتحاد 72-73. الزقه هنا او اللمسه الاولى من كيجو توصل عمر طارق، عمر طارق على طول ما يردش الهديه وينجح في تسجيل نقطتين، هدايه الفرق الى نقطه وحيده لصالح نادي الاتحاد. يضغط النادي الاهلي عن طريق عمر عزب تجاه دولا، دولا في بدايه الهجمه يسلم لجوي اللي على ارض الملعب مره ثانيه، جوي بدل ميدو طه وبيبو بدل من هيثم كمال، بيبو في الميديا بشوت يهوش يروح يصل في الاخير لا يسجل، سكند شانس عند لسه الكره صراع وتصل في الاخير للبيجو عمر طارق اللي بيسلم بدور كريم حاتم، كريم يهدى على ملعبه، يهدى كريم يعدي قبل الثمان ثواني، كريم حاتم لعمرو الجندي، الجندي في الاوبن شوت، الجندي في الثري بوينت لا يسجل، كيجو على طول سكند شانس موجوده ويسلم للجندي بالفلوتر، الجندي ما يسجلش مره ثانيه، توصل في الاخير هنا في فاول وخطا شخصي على مين بقى؟ اعتقد الفاول ده بالتحركات اللعيبه اعتقد على كيجو، على كيجو مظبوط، على كيجو تو شوتس، هل كيجو خمسه فاول؟ كيجو خمسه فاول. خرج عمر عزب، نزل إيهاب أمين مرة تانية، كيجو خمسة فاول. رميتين حرتين لأنس أسامة، أنس على الفري ثرو الأول لا يسجل، عمر عزب هو اللي متواجد، كيجو هو اللي خرج ونزل مكانه إيهاب أمين، هيلعب كوتش أوجوستي بسنتر وحيد هو عمر طارق، سجل أنس أسامة الفري ثرو الثاني وهيساعده في بوزيشن فور عمرو الجندي. بداية الهجمة عند إيهاب أمين، إيهاب سلم لكريم حاتم، لإيهاب مرة ثانية، إيهاب في الدرايف يسلم لعمر عمر عزب، عمر في الأوبن شوت ولا أروع ينجح في تسجيل ثلاث نقاط، عمر عزب يجعل المقدمة أحمر أهلاوي 75-74، دقيقتين متبقيتين على نهاية أحداث المباراة، 75-74 لصالح النادي الأهلي. جوي مان تو مان لازال النادي الأهلي، سكرين من أحمد بيبو لجوي، لسه جوي مع الكورة، جوي يقف على الميديم شوت يشوت ينجح في التسجيل، يجعل المقدمة أخضر، بونت لصالح نادي الاتحاد. تعود الكرة لإيهاب أمين مرة ثانية، إيهاب لسه إيهاب مان تو مان قلب نادي الاتحاد، غير من دفاعاته من الزون إلى المان تو مان مرة ثانية، إيهاب أمين 8 ثواني على زمن الهجمة، إيهاب في الدرايف واحد على واحد، إيهاب على الكرة لكن لا يسجل، يلم على طول لأنس أسامة ويسلم لجوي، بونت لصالح نادي الاتحاد 76-75، دقيقة ونص تقريبا متبقعة لنهاية أحداث الكوارت الرابع والمباراة. دولا دولا في ال1 ان 1 دولا على اوبن شوت في 3 بوينت دولا لا يسجل، ايهاب امين يحاول معاها تصل في الاخير عند كريم حاتم والكره في حيازه نادي الاتحاد. اعتقد 13 سنه متبقيه على زمن الهجمه وفي تايم اوت يطلبه كوتش احمد عمر في الثواني الاخيره، 75 للاهلي 76 للاتحاد، دقيقه 13 ثانيه متبقيه على نهايه احداث المباراه. تعالوا نسمع التعليمات ونشوف الاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بس بدري هنرجع وان.
انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد عمر المدير الفني لنادي الاتحاد. 77-76 دقيقة 13 سنة متبقية على نهاية أحداث المباراة. كوارت الرابع 14 ثانية جديدة زمن الهجمة لصالح نادي الاتحاد. 77-76 الأوتسايد للاتحاد. دولا يطلع لبيبو. السكرينات تصل عن جوي بالهاند أوف على طول. جوي عدى لكن رقابة لصيقة للنادي الأهلي على جوي. وادي بيبو على اوبن شوت في الميديم شوت لكن لا يسجل. إيهاب أمين على طول في الديفنسيف ريباوند. حاضر يبدأ الهجمة إيهاب أمين. أقل من دقيقة متبقية على نهاية أحداث المباراة. إيهاب أمين بونت الاتحاد نقطة وحيدة متقدم بها الأخضر الاتحاد. الاتحاد تحت الباسكت سلم على طول عمر طارق. عمر طارق في الوان ان وان. عمر طارق قطع له عمرو الجندي. لازم تخلص انسايد. هنشوفها دلوقتي هتخلص انسايد. بص على طول عمر عزب على الكيك اوت في الاوبن شوت لا يسجل. يلم على طول دولا هيعمل هنا فاول جيم. عدى على طول دولا يقلب الملعب ليوسف شوشه اللي بيسلم على طول بدوره للجوي. 14 سنه متوقع على زمن الهجمه. كوتش اوجوست بيقول لو جه باسكت ادوني تايم اوت. جوي خمس ثواني متوقع على زمن الهجمه. جوي في البنتريشن يطلع الكوره على طول عمر عزب يلم ويسلم على طول لعمرو الجندي. عمرو الجندي في الثواني الاخيره يهدى على ملعبه. 10 ثواني متبقيه لسه عمرو الجندي. ايهاب امين في الفيد اوي شوت. ايهاب لا يسجل. تاخد الكره على طول عند هنا في فاول قبل الصافره. هنشوف بس الاول كابتن محمود وكابتن اسلام هيتشاوروا على ايه. هنشوف. خلينا مع كابتن محمود اللي قدام حضراتكم في الصوره. الفاول على النادي الاهلي رقم 4 ايهاب امين بوشينج تو شوتس لصالح نادي الاتحاد ورقم 10 هو انس اسامه اللي هيشوط. 77-76 هل متبقي حاجه؟ التايم انتهى. ده اللي هنشوفه دلوقتي. خلينا مع كابتن اسلام اللي متواجد على ترابيزه الحكام. هل هنا متبقي ثانيه ولا التايم خلص؟ انس اسامه على الفريق على تو شوتس. 77-76 لازلنا في انتظار قرار الحكم. كابتن اسلام وحيد بيقول اقعد ثانية تو شوتس ولا ثانيتين يعني مش عارف دي الاشارة ايه بالظبط لكن هي تو شوتس الاول. اعتقد ان في عدد من الثواني متبقى. انس اسامة فري ثرو اول لا يسجل. انس اسامة وفري ثرو تاني ينجح في التسجيل. تايم اوت يطلبه الكوتش اوجوستي اللي هيلعب من منتصف ملعبه. نشوف السكور بورد كده بسرعه زمايلنا الاعزاء. باسكت لصالح نادي الاتحاد 78-76 نشوف متبقي كام ثانيه. تعالوا نسمع التعليمات نشوف الاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش اوجوسي. متبقي ثانية وحيدة هي لاست تاتش او
تاتش بول وعلى الثري بوينت، ما قدامكش حل غير كده. هل هي هينهيها كوتش اوجوستي بالثلاثيه ام بالميديام شوت؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. خماسي النادي الاهلي عمرو الجندي، احمد مهيب، عمر طارق، عمر عزب، وإيهاب أمين. هنشوف دلوقتي إيه اللي هيتم. ثانية وحيدة متبقية. سكرينات إيهاب أمين يشوط على الأوبن شوت إيهاب، لكن لا ينجح في التسجيل، وتأتي معها صفرة انتهاء أحداث المباراة بفوز نادي الاتحاد على النادي الأهلي 78-76. كامباك ولا أروع من لاعبي النادي الأهلي، لكن في الأخير هارد لك لفريق النادي الأهلي، ومبروك لنادي الاتحاد اللي بيحتل المركز الأول وخلفه نادي الأهلي في المركز الثاني. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة على قناتكم المفضلة قناة النادي الأهلي. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، والآن سريعا إلى نجومنا في الاستوديو التحليلي، الكابتن هيثم السعيد، كابتن محمد السلعاوي، كابتن محمد طاهر رجب، كابتن هيثم السعيد، إليك المايكروفون.